لم تكد تكمل حكومة عبد الإله بن كيران عامها الأول حتى بدأ الحديث عن تعديلها. الدعوة جاءت من حزب الاستقلال، ثاني أكبر حزب مشكل الائتلاف الحاكم، عقب انتخاب أمين عام جديد له. لكن مناقشات الميزانية في البرلمان كشفت أن حبل الود بين الحزبين بدأ بالتراخي. الحديث عن التعديل الحكومي يكون مشروعا جدا بعد سنة من عمر الحكومة، بعد سنتين من عمر الحكومة، يعني بعد مدة وجيزة، يتوجب تدارك بعض النواقص الموجودة في الأداء الحكومي، وهذه ظاهرة طبيعية. حزب العدالة والتنمية من جهته يؤكد أن الحديث عن تعديل حكومي قبل منتصف الولاية سابق لأوانه، وأن الخلاف في بعض الملفات لا يفسد للود قضية. تعديل حكومي أولا توقيت غير مناسب، لأنه جرت العادة أن يقع التعديل في منتصف الولاية. على المستوى الدستوري المبادر بيد البرلمان وجلالة الملك، وهناك وقت يجب أن نأخذه لكي نتذكر في الأمر حكوميا. وتتحدث عدد من الأوساط السياسية عن أزمة صامتة بين الحزبين تهدد استمرار التحالف الحكومي، ما دفع برئيس الحكومة إلى إرسال إشارة إيجابية في اتجاه بعض أحزاب المعارضة تمهيدا لتوسيع التحالف في حال خروج حزب الاستقلال. ظواهر الأمور تشير إلى أن أكبر حزبين مشكلين للتحالف الحاكم غير متفقين على أمور كثيرة، رغم إصرار المتحدثين باسم هذين الحزبين على نفي وجود أزمة صامتة، إلا أن عددا من المراقبين يؤكدون على احتمال وصول العلاقة بين الحزبين إلى الطريق المسدود. يونس أيتياسين، سكاي نيوز عربي، الرباط.